مرة ثانية أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في الدقيقة الأولى من بداية المباراة. هدف للرمثة بواسطة اللاعب موفق أبو هضيب، إحسان الشنايني من ضربة مباشرة من نصف ملعب الخصم. فريق الرياضة والأدب اللبناني بحصل الهدف الثاني في الدقيقة حوالي 24. شوف ما بيستطيع معها باندل الروماني حارس مرمى الرياضة والأدب اللبناني انه يسوي معها شيء. في الزاوية البعيدة بحصل إحسان الشنايني رقم 18 الهدف الثاني لفريق الرمثة، وبيريح وبرتاح.